أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة رئيسة مجلس إدارة إنجاز البحرين لحضور حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة 2023 في نسختها 16 على المستوى المحلي بحضور عدد من المسؤولين، وذلك في نادي شريف العوضي للأطفال والناشئة بالرفاع. وقد تفضلت سمو الشيخة حصة بتسليم الجوائز ضمن فئاتها الثلاث للفائزين، حيث فازت أسرة السيدة وفاء داود سلمان بجائزة أفضل أسرة منتجة عن مشروع صناعة المكرميات، وفازت السيدة ماجدة مهدي أحمد بجائزة أفضل منتج عن مشروع خلطات بهارات مبتكرة. أما جائزة أفضل راع وداعم لمشاريع الأسر المنتجة فقد فازت بها إدارة سوق البراحة. وبهذه المناسبة أعربت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة نائبة راعية الحفل عن شكرها وتقديرها لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تبني هذه الجائزة ودعم استمراريتها لتكون حافزا مشجعا للأسر المنتجة البحرينية لمواكبة كل ما هو جديد فيما تقدمه من صناعات محلية تحافظ على الهوية البحرينية الأصيلة من جهة وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي من جهة أخرى. وأشادت سمو الشيخة حصة بما تشهده منتوجات الأسر البحرينية من تطور ملحوظ مكنها من الدخول إلى السوق المحلية وفرضت نفسها كمنافس للمنتجات الخارجية، داعية في هذا الصدد كافة المؤسسات لاستمرار دعم هذه الأسر وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه مسار إنتاجها، إلى جانب التسويق لهذه المنتجات لتصل إلى خارج نطاق السوق المحلية. من جانبه أعرب سعادة وزير التنمية الاجتماعية السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور في كلمة له خلال الحفل عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لحرص سموها المستمر على رعاية حفل جائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة وتكريم الفائزين بهذه الجائزة، وذلك منذ انطلاقتها الأولى في العام 2007 رغبة وإيمانا من سموها لتمكين الأسرة البحرينية والارتقاء بمستواها المعيشي. وفي هذا الإطار أشار سعادة الوزير العصفور إلى أن سيرة نجاحات الأسر المنتجة في مملكة البحرين اتخذت للاستفادة منها في تجارب مماثلة بدول عربية شقيقة أعجبت بالتجربة البحرينية الإنتاجية وما تحظى به من دعم مستمر من قبل الدولة، والتي توالي دعمها ورعايتها لهذه الأسر لتطوير الجهود من أجل الارتقاء بمشروع الأسر المنتجة ليصبح مشروعا رياديا له بصمة واضحة وإسهاما واستدامة من خلال توفير الدعم اللوجستي والمالي والفني وإضفاء الصيغة القانونية تحقيقا للأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام على نحو يساهم في تنفيذ أحد أهم محاور السياسة الاجتماعية التي تتبناها الوزارة وهو محور الاستثمار الاجتماعي. هذا وافتتح على هامش الاحتفال بالإعلان عن الفائزين بجائزة الأميرة سبيكة لتشجيع الأسر المنتجة معرضا مصاحبا تحت شعار صناعة العطور والبخور في مملكة البحرين بمشاركة 41 أسرة منتجة لتسويق منتجات أصحاب المشاريع المنزلية المميزة في هذا المجال. وسوف يستمر على مدى يومي 2 و3 من مارس الحالي من 9 صباحا وحتى 9 مساء، وذلك في مقر النادي بمنطقة الرفاع الشرقي. موجودين كعادتنا السنوية للاحتفال بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة. وكعادتنا السنوية احنا السنة في 2023 على المستوى المحلي، والعام المقبل إن شاء الله راح يكون على المستوى العربي.
دعم صاحبة السمو طبعا لا محدود لهذه الأسر، وهي حرصة منهم من سموها أن هاي الأسر لها دور كبير في تنمية هذه القطاع والارتقاء في هاي الأسر والارتقاء بالمنتج البحريني. طبعا احنا سنويا لما نطلع خارج البحرين نسمع إشارات كثيرة بالأسر البحريني وبالمنتج البحريني. سعيدين وفخورين جدا أن نشوف رؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة الملك المعظم تتحقق من خلال تشجيع الأسر المنتجة ومن خلال المستوى اللي وصلوا له عام ورا عام. طبعا اليوم يقام المعرض تحت شعار عود وبخور، وإحنا في وزارة التنمية الاجتماعية فخورين بجائزة صاحبة السمو اللي يعتبر وسام وحافز لمزيد من التميز. طبعا وجود الدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة جنازة الملك المعظم لهذه النوع من الجوائز أكبر داعم لنا احنا كشركات خاصة أن نكون أكثر ندعم في هذه الأسر المنتجة. واليوم شفنا الكثير من الأسر المنتجة تطورت من أسر منتجة إلى مشاريع أكبر وتوجهت إلى منطقة في الإقليم أو في مناطق العالمية أكثر. جائزة كنت أطمح لها من أول مرة شاركت اللي هي من 5 سنوات 2019، وكنت أبذل جهدي بكل طاقتي كنت أحطها. هاي الجائزة تمثل لي أهم شيء في حياتي إن ممكن تساعدني إن أحقق حلمي وأفتح محل لأدوات المكرمي بدل ما أنا أبيعها في البيت، ومحل في نفس الوقت حق التدريب الأطفال ومساعدة الأطفال حق تدريبهم. طبعا أنا أول شيء حبيت إن أشكر صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله على دعمها لنا وتشجيعها. لولا هي أمانة يعني لولا سمو الأميرة كان إحنا ما بنقدر نوصل لمستوى المعارض، معارض عربية، معارض أجنبية وغيرها. أكيد هذا الجائزة وحصولنا على أحسن منتج في البحرين يكون لنا داعم حق الإنتاج والتوسع إن شاء الله عبر دول الخليج إن شاء الله للعالمية. جائزة الشيخة سبيكة إن شاء الله يعني هي اللي كانت لنا الدافع أن نتطور في هذا المجال.